تنهش الحرب تعز، تسلبها الحياة وتحيلها إلى أشلاء مدينة حيث موت محدق بأرواح البشر. هو جزء من يوميات المدينة المحاصرة منذ نحو 14 شهراً. تصف المنظمات الإنسانية تعز بأنها سجن مفتوح يحوي مئات آلاف البشر. توزع الميليشيا قذائفها اليومية على الأحياء السكنية بشكل يومي، بينما لم توزع المعونات الإغاثية على المتضررين حتى اليوم، رغم مضي شهر على اتفاق التهدئة المعلن، ورغم زيارة وفود المنظمات الدولية وحديث المبعوث الأممي عن إدخال المساعدات إليها. تسير الرؤوس تحت سماء تعز على حافة قلقها، أو تصير في لجة القلق كلما تسربت من ثقوب خوفها قذيفة أو رصاصة قناص، حالة يبدو أنها ستطول ما بقي القتال مشتعلا في المحافظة، وظلت الميليشيا حجر عثرة أمام أي تقدم في عمل لجنة التهدئة المهتمة برفع الحصار وفك منافذ المدينة. لا تزال الميليشيا تحشد المزيد من قواتها وتعززها بترسانة عسكرية جديدة. تقول لجنة التهدئة في المدينة أن الميليشيا نقلت صواريخا بالستية إلى غرب المحافظة، وبالتحديد مديرية ذباب القريبة من باب المندب. وذكرت اللجنة في بلاغ لها أن الميليشيا نقلت الصواريخ على متن قاطرات من محافظة الحديدة إلى معسكر العمري في ذباب. لا يحتاج المتفاوضون في الكويت إلى صور توثق هذه الخروقات والتعزيزات الحربية، لكنهم يحتاجون فقط إلى الإحساس بحجم المأساة التي تشهدها تعز المكتئبة بفعل الحرب والحصار. المدنيون هنا عالقون في قلقهم أيضاً، ليسوا أقل أرقاً من سواهم في أحياء أخرى تخضع لفعل الدمار اليومي. نار الأسعار صارت شريكاً جديداً في تخصيب قلقهم وتعميم قسوته، لتبدو صورة الحياة من هنا قاتمة. صحيح لا ملامح للحرب هنا، لكنها إرادة الناس في مقاومة ضنك العيش، يكافحون من أجل البقاء، غير أنهم يكابدون حرب السوق أيضاً. كل شيء في هذه المدينة عاطل، المنظومة الصحية ومنظومة الكهرباء والمياه ومنظومة الحياة بشكل عام.